اول حاجه كنشكركم على العنوان اللي درتو لينا، عطانا واحد ليسبري وواحد لينيرجي باش نكملو، حيت فريمون بكثره المشاكل اللي وقعوا كانوا بزاف الناس ما قدروش انهم يكملوا في هذا العمل الخيري. المهم كيف قلتي راك حضرتي معنا العرس وشتي كلشي كيفاش داز، الحمد لله داز كلشي زوين. البلان اللي وقع ما زوينش هو ديال شاكيرا، وكيف شافوا بزاف تاع الناس، وانا ما كنتش غنخرج بالتصريح علاش، حيت اصلا الفيديو صار حراس وراسو، يعني سي با لابيل باش نكبروا الموضوع ونعاودوا نهضروا عليه بزاف. وكنحترم الراي ديال السيده اللي وقع لها مشكل مع شاكيرا، حيت ما بغاتش شي واحد يهضر في الموضوع، ودازوا بزاف الناس هضروا فيه اللي كانوا معنا في لاكليك وما خداوش اوتوريزاسيون ديالنا. هاد البلان تاع انا ما عجبنيش، ما خصش شي واحد يهضر على شي واحد الا ما داك الشخص ما بغاش. بزاف الناس هضروا في هذا الموضوع هذا، وحنا ما بغيناش نهضروا فيه احتراما للراي ديال ديك السيده، ما بغاتناش نهضروا فيه. شاكيرا كيف شفتي البلان اللي وقع لها؟ وانا كانت كتصح حدا واحد البنت، ما عرفت كيفاش، حتى قالت لها قلبي لي شعري ولا شي حاجه بحال هكا، الاخرى قلباتو. شاكيرا استغلت الفرصه كيف كنقولوا، بغات انها تبان حيت واحد المده تنسات، وهذا خلقت مشكل مع ديك السيده اللي اصلا هو ما كاينش، باش الله يسهل عليها. حنا ما بغيناش نجبدوا شي واحد وما بغيناش نهضروا. المهم الفيديو صرح راسو راسو، يعني سي با لابيل باش نشرح انا ولا يشرح واحد اخر ولا يهضر شي واحد اخر، الفيديو صرح راسو راسو. حيت نهار الاول فاش كنا بغينا نخرجوا في لي زانترفيو، خرجنا حنا تقريبا ثلاثه الناس، خرج معايا السي محمد ويسرى وانايا، هضرنا في هذا الموضوع هذا واتفقنا على اي انترفيو ولا اي تصريح ولا اي حاجه بغينا نقولها خص تكون لوتوريزاسيون ديالنا كاملين، نوافقوا عليها كاملين. حنا فاش وقع المشكل مع البنت ما بغيناش نبانوا، ما بغيناش نهضروا في هذا المشكل، حيت اصلا مشكل صغير ماشي مشكل كبير، البنت ما بغاش انه المشكل يكبر. نط واحد السيده خرجت في انترفيو كتصرح وكتعاود لافير من الاول حتى الاخر، ما خداش لوتوريزاسيون ديالنا، ما قالت لينا والو، لوتي تخت ما عجبناش، منظمه حفلات حيت ما كانش بوحدها، كانوا معها بزاف تاع الناس. ومني انا ما نبغيش حتى انا نحط واحد لوتي تخت فيه سميتي بوحدي، حيت واحد العمل باردون واحد العمل فيه بزاف ديال الناس، ما حشومه تحط سميتها بوحدها وحشومه تهضر في واحد الموضوع ما بغاش واحد تهضر فيه. فوالا اكزاكتومون، وما تهضرش واحد الموضوع ما بغاتش واحد السيده تهضر فيه. كنعاود نسطر على هذا بالضبط، حيت السيده ما بغاش شي واحد يهضر عليها، حيت عندها عائله يقدروا يخرجوا بديز انترفيو، كاينه هي وانا اولى ليا باش نهضر. علاش؟ حيت كاينه مع ليكيب ديالي ريسبونسابل دانيماسيون معايا في لاكليك ديالي، يعني الا كنت غنهضر انا الاول، حيت انا اللي جبت هذاك ليفينمون وكانت معاونه معايا وكانت بحال خدامه معايا، يعني الا منين وقع المشكل كنتحمل مسؤوليته انا الاول، انا عندي الحق نهضر عليها. تفصيل واخا احنا اتفقنا انا وليكيب ديالي مع واحد السيد سميتو خالد البزار، باش وقت ما كان شي ناس ما فحالهمش باش يديروا واحد ليفينمون كنتكلفوا به حنايا، نبيعوا لي تيكي نشوفوا لي صال وهذا. عيطت لي يسرى باش نشوف واحد العروسه بغات تجي العرس وهذا، تشاورت مع الناس اللي معايا ديما الاستشاره مهمه كنسطر عليها كنعاود، يعني ماشي انا ريسبونسابل ديكيب، معايا واحد الجروب ولكن ما غنمشيش عند واحد الناس نخدم معاهم بلا لوتوريزاسيون ديال الدراري اللي معايا، يعني تشاورت معاهم قال لي اوكي نقدروا نخدموا معاهم كاملين. جلسنا هضرنا تلاقينا في هاد لوندغوا اللي جالسين فيه نتوما معايا في هاد الطبله هادي، جلسنا مع العرس والعروسه وهضرنا معاهم، قال لك سي اوكي حنا بغينا نديرو العرس وهذا الله يسهل اليوم هذا. بدينا كنشوفو لي صال، بدينا كنشوفو التخيطور، كنشوفو الجوق وهذا. تيسرات الامور الحمد لله، درنا واحد التغييف على حساب لي شارج اللي عندنا، الناس كلهم سامحوا، الناس ديال لاصال عطاونا واحد الثمن رمزي، الجوق حتى هو كذلك، كاع الناس تعاونوا معنا، درنا واحد 190 درهم، هادوك الناس اللي حضروا خصهم 190 درهم غيتعاونوا بها في لي شارج ديال العرس. و كاين كيقول لها ربحوا موراه شي حاجه ولا هذا، ما كاين والو، 190 درهم الا جات نعطيك لي كالكول اللي درنا بها، بشحال شتينا لاصال، بشحال شتينا الجوق، الماكله وهذا، راه شفتوا الماكله فيها 3 بلا باردون، يعني راه 190 درهم ما دايره والو. يعني كنقولوا ما خرجاتكمش؟ لا شوف الحمد لله جبتها في اللاكس. باش بواحد النقطه بغيت نقولها، اورغانيزاسيون دي زيفينمون ماشي هي غنجمع واحد الجوق ونجمع واحد الناس ونجمع هذا ونقول صافي راني درت ايفينمون، لا راه سيت اون ايتيد، راه فيها لا كونتابيليتي، فيها ماركتينغ، راه الدبلوم ديالها ما كاينش في المغرب كاين في لوروب، يعني الا بغيتي لورغانيزاسيون دي زيفينمون ليفيمونسييل راه خصك تقرا عليها 5 سنين وتقرا عليها 4 سنين كتاخذ ليسونس بروفيسيونيل ولا ماستر. علاش انا دخلت لهذا المجال هذا؟ حيت انا عندي الماناجمنت توريستيك، يعني شي حاجه اللي قريبه شويه لي زيفينمون، والحمد لله التيغان هو اللي علمني بزاف الحوايج، ابار ليكسبيريونس ديالي في لي زيتود هذا، التيغان علمني بزاف الحوايج، تعاملنا مع دي تريتور كبار بحال الزمراني، سول الزمراني راه يعطيك السمعه ديالنا معاه، سولو راه يقول يعاود لك عليا انايا في لاج ديال 18 عام 19 عام، تعاملت مع الزمراني، تعاملت مع السباعي، تريتور كبير تبارك الله، افراح دارنا، اوركسترا الفردوس، العبدو غالي، يعني الناس اللي الحريفيه ديال مراكش كيف كنقولوا الكبار، تعاملت مع مانا في لاج ديال 19 20 عام. عاد ماشي شي واحد يلاه غيجي اليوم غدا غيقول لك لورغانيزاسيون دي زيفينمون، اما ساهلاش.
ما سهلاش هذا ما عجبو الحال. لي ميساج اللي عندي توصلوني من الجروب تيقول لك وا دابا انت واش حضرتي تاع تماره وفي الاخر منظمة وبزاف الحوايج بزاف الهضرات تتقالوا هذا ما فريمون ما عجبهمش الحال حتى انا ما عجبنيش الحال. داكشي علاش اليوم قررت نخرج ونهضر على هذا الشيء هذا حيت ما كنتش غادي نهضر وما كنتش غادي نقول حتى شي حاجه غنقول هانيه ما وقع والو ولكن لا كنشوف انا الصومعه ديالي وضربت تماره على شي حاجه اللي الله تيخلص هذه حاجه طبيعيه ولكن انا من حقي انا نهضر على شي حاجه درتها ونهضر على ليكيب ديالي حيت ليكيب ديالي ضربوا معايا تماره بزاف كلهم وتناقشنا في شحال من الحوايج ومهم بزاف الحوايج كنشكرهم لهذا المنبر وتنطلب منهم السماحه حيت فريمون تكرفصوا معايا بزاف ماشي شويه بزاف. واش بالك هادي واش اكسبيريونس كانت ناجحه ولا لا؟ واش غنقول لك واحد الحاجه العرس تستوب بعدا حنا راه دوزنا بزاف الحوايج ولكن بالضبط هذا ليفينمون هذا شوف هاجي غادي نقولها حصريا معكم كنا درنا بروغرام في واحد القاعه وحتى نهار الجمعه وبتنا القاعه بتنا كلشي تبدل البروغرام تبدل كله في 24 ساعه تبدل كلشي صعيبه 150 ديال الناس تبدل البروغرام ديالهم في 24 ساعه ما يمكنش بالمساعده ديال الجروب ديالي ديال الدراري اللي كانوا معنا سي محمد ميم يسرى حتى هي كانت معنا المهم انا ما تنكرش شي واحد ما تنساش خير شي واحد يعني كلنا تعاوننا باش نبدلو داك البروغرام في 24 ساعه والحمد لله دازت احسن بروغرام واخا دازت فيه تماره وحتى شي حاجه ما سهله. لا شوف واحد الحاجه اللي كانت غتكون مع الجروب ديالي من هذا المنبر ما غنتعاملش مع شي واحد اخر وما غنتشركش مع شي واحد اخر في شي عمل كيف ما كان باش نحطوا لي بوين الا كان بغى يخلي لي كلشي نتكلف انا والجروب ديالي ولكن باش تشارك مع بنادم ويولي يدير شي حوايج هو بوحدو هذا وهذا وتنسبوا ليه لا جامي نقبلها ما باقيش غادوز عليا يعني الا كانت شي حاجه نتكلف بها انايا واش في كابابل باش نديرها وماشي بوحدي بيان سور معايا الدراري ومعايا البنات راه تقريبا 15 واحد قادرين باش نشدوا ايفينمون كبير باش نخدموا عليه ما حاجه ما كتغلبنا حتى شي حاجه ما كتغلبنا الحمد لله. شنو الرسالة تقولوا للناس اللي حفزوكم والناس اللي كنقولوا عرقلوكم جوجهم؟ الحمد لله ما كانش عرقله من الناس كانوا دي كومونتير ما زوينينش تطلبوها علاش فنانه لا جايبه هذيك فنانه كفنانه تيتي جيبوها الناس. شوف هذيك السيده جابها لنا واحد السيد ولا خرج نطلبوها راه فاش كاين شي واحد كيصيفط لك شي حاجه راه ما تبغيش شي واحد يمشي تمشي هي تشكى منك تقول هذاك الناس راه تعداو عليا وداروا ليا ميم هي اللي غلطه كنعاود نقولها شاكيره هي اللي غلطه ما منين غيجي هو غيقول لي راه تعداو عليها وهذا صيفطنا عليكم وصاحبي ودرتو حشومه داكشي باش خرجنا انا والدراري كنطلبوا فيها كالميو لو جو ميم هي اللي غلطه كنقولها وكنعاود نقولها الا كانت اعتذرت خلص اعتذر مع ديك السيده ما عندناش المشكل اعتذرات ما اعتذرش ما عندناش المشكل المهم بلان وقع دازت تجربه زوينه وعادي. شكرا. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.